تضع إدارة ريال مدريد آمالها على ليفربول لحرمان توتنهام من ذات الأذنين في المباراة التي ستقام بينهما في الأول من يونيو المقبل ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا. الانحياز الملكي لليفربول ومدربه يورغن كلوب مرتبط كلياً بأهداف ومطامع الريال في سوق الانتقالات في ظل استهدافه الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط سبيرز. ويخشى مسؤول النادي الإسباني تتويج الفريق اللندني باللقب الأول في تاريخه حتى لا يتسبب ذلك في إقناع إريكسن بالبقاء، وهو ما يهدد أحد أحلامه في الميركاتو الصيفي. إضافة إلى ذلك، وفي حال فوز توتنهام باللقب الأوروبي، فإن المفاوضات مع إدارة النادي اللندني حينها ستتخللها صعوبات بالغة نظراً للمطالب المالية الكبيرة المتوقع أن يطلبها مسؤول توتنهام للتخلي عن لاعب يحمل لقب دوري الأبطال. وسيزيد من الصعوبات وجود دانيال ليفي على رأس إدارة توتنهام، وهو المعروف بتعنته الدائم عند التفاوض على بيع أحد نجوم فريقه، كما حدث من قبل عند تخليه عن غاريث بيل ولوكا مودريتش للنادي الملكي.